فيما يتوقع فرض ضريبة جديدة على السجائر، وتبغى تنطلق التحذيرات من عملية تهريب السجائر إلى السوق المحلية على غرار ما يجري حاليا من نقلها من داخل السوق الكويتية إلى دول مجاورة ترتفع فيها الأسعار. التفاصيل في تقرير خالد الفارس. بعد أن شهدت أسعار السجائر مضاعفة لأسعارها في المملكة العربية السعودية، ما نتج عنه عمليات لتهريب السجائر من الكويت إلى السعودية كشف عنها مؤخرا. حذر باحثون في الاقتصاد الكويتي من سوق مشابهة محليا تهرب إليها السجائر من العراق في حال طبقت الضريبة الانتقائية على السجائر في الكويت. الباحث محمد رمضان لفت إلى أنه في حال المضي بتطبيق فرض الضريبة إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار تطبيقها وفقا لجودة المنتج، وذلك كي لا تكون السجائر الرديئة الأكثر ضررا وهي البديل، نظرا لانخفاض أسعارها، وكذلك الأمر لباقي المواد مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. وبالنظر إلى كميات السجائر التي تدخل الكويت فقد بلغت في العام 2016 5.9 مليار سيجارة بحسب دراسة أمريكية، وبلغت نسبة المدخنين بين البالغين من الذكور 15 عاما فما فوق 35.1%، فيما بلغت النسبة بين النساء 3.4%، وهي تشمل الكويتيين وغير الكويتيين. نستطيع القول أن هناك 804,000 رجل مدخن و42,000 امرأة مدخنة يشكلون نسبة 19% من السكان. معدل التدخين للفرد الواحد هو 6971 سيجارة سنويا، أي 349 علبة سجائر في السنة، وبذلك يكون معدل الاستهلاك اليومي هو 19 سيجارة، وهو ما يعادل علبة واحدة في اليوم. خالد الفارس، الراي. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي محمد رمضان. بداية أستاذ محمد، نبهت في دراستك إلى أن المساواة في تطبيق الضريبة المضافة على جميع الأنواع سيؤدي إلى ضرر صحي أكثر، هل بينت لنا ذلك؟ مساء الخير. أولا هي ليست المساواة، هي نسبة واحدة. احنا بالعكس احنا نقول أننا نبي نرفع الضريبة بس بشكل يعني متساوي على حسب كمية الضرر. يعني أنا لما أشوف سيجارة مثلا خفيفة في النيكوتين ما يصير أساويها مثل السيجارة العالية في النيكوتين، لأن تكلفة الضرر وعلاج المدخن والأمراض اللي راح تجيله حتى غير المدخنين هي نفسها أو أكثر في السيجارة العالية النيكوتين. علشان شيء لازم الضريبة تكون مماثلة لحجم الضرر. طريقة الضريبة هذه إن نسبة ثابتة على السعر تخلي السجائر الرخيصة هي في متناول الأطفال، لا تزال كبديل على السجائر القديمة الممتازة، النوعية الممتازة الأطفال والمراهقين. يعني ما سوينا شيء، يعني علبة السجائر الممتازة كانت راح تكون يعني هي 750 فلس تقريبا، والسجائر الرخيصة 300 فلس، بعد الزيادة 100% راح تكون 600 فلس أيضا في متناول اللي هي الرخيصة. أيضا في متناول الأطفال والمراهقين. أيضا لو رحنا للوافدين، أنت تبي تجذب الوافدين الغير مدخنين بالنسبة للعمالة يعني الرخيصة أو العمال وما إلى ذلك، شوف أنت الحرائق يعني خير دليل على أن التدخين ممكن يؤدي إلى أضرار كثيرة في الفئات. نعم أستاذ يعني محمد، يعني ماذا عن توقعك لسوق سجائر مهربة من العراق في حال التطبيق؟ احنا عندنا يعني كان في تجربة في تهريب ديزل في حاوية في تناكر وكذا كان يهرب من الكويت. ثاني شيء حجم الاقتصاد الكويتي أو الطلب الكويتي صغير بالنسبة للعراق، كميات صغيرة ممكن تفوت، لو فاتت يعني تأثر في الموضوع. راح يكون سعر السجائر بعد الضريبة المتوقعة أعلى يعني أكثر من الضعف حالي، يعني راح يكون تقريبا أقل من 40% سعر السجائر، يعني السجارة في العراق بس 40% تقريبا من السعر لو تطبقت الضريبة هذه. نعم. لأنه هو الحين أرخص. نعم. ممكن التهريب هذا يسبب أيضا مشاكل أخرى احنا في غناء. أستاذ محمد، يعني قرار تطبيق الضريبة المضافة وفقا لما هو معلن قرار خليجي متفق عليه، أوليست الكويت ملزمة بتطبيقه؟ غير ملزمة، هذا اتفاق إطاري، يعني اتفاقية إطارية وكل دولة ممكن تطبقها بالشكل اللي تشوفه مناسب. هي هذه هي القصة. الوضع المالي في الكويت يختلف كثيرا عن الوضع المالي في السعودية. لو شفنا عدد، يعني أنا بعطيك مثال كمقياس يكون أدق من دخل الفرد، اللي هو عدد البراميل المصدرة أو المنتجة يوميا لكل مواطن. زين، راح تشوف أن الكويت 4.5 أضعاف السعودية، معناته في فرق كبير بالدخل.
نعم. شفنا لو رحنا للمدخرات راح نشوف ان الكويت بالنسبه للصندوق السيادي لكل المواطنين حجمه 16 ضعف مدخرات السعوديه، فما في مقارنه. ما يصلح للسعوديه ليس بالضروره يصلح للكويت. نعم استاذ محمد، يعني وبالحديث يعني عن السعوديه، قال رجال اعمال سعوديون ان الطلب على التبغ تراجع بنسبه 50% بعد تطبيق الضريبه، اليست باعتقادك ان النسبه ايجابيه؟ هذه النسبه غير ليست دليل، لان تو الناس قاعد تخزن. يعني انت لو الناس تقرا الخبر بالتفصيل في تخزين صار. انت لما انا اقول لك بزيد السعر بعد 10 ايام او بعد اسبوع، انت تقوم تخزن الحين وبعدين يعني تبتدي تشتري بالطرق المختلفه. ثاني شيء انت عندك يعني صار في صدمه في السعر، فانت ايضا شوي تتروى بعدين تبتدي تشوف لك البدائل، فمو مقياس ابدا. انت تنطر سنه او سنتين على ما تشوف التفاعل شلون صار. نعم، كان معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث في الاقتصاد محمد رمضان، شكرا جزيلا لك.